دلوقتي جه ميعاد تمرين الاسبوع مع كابتن هاني ابو شادي، هنشوفه دلوقتي ونرجع لكم على طول. مساء الخير اعزائنا الجيماويه، النهارده هنتمرن تمرين التشست او تمرين البنش، سريعه جدا تحافظ بيها على شكل العضله بتاعتك في خلال الفتره بتاعت الصيف، ولا بتبني عضلات، ما بتكبرش عضلات ولا بتصغر عضلات، بس في نفس الوقت بتحافظ على حجم العضله بتاعتك. تمرينه سريعه جدا من 6 ل 8 عدات، مش لازم، نصيحه، مش لازم يبقى الحديد تقيل علشان اطلع عضلات، لا، شكل التمرين، الموشن بتاع التمرين، النفس، اكسجين اللي بدخله العضله بتاعتي، البروتين اللي انا باكله هو ده اللي بيساعد على بنيان الياف عضليه، مش الحديد التقيل اللي بيتعب المفاصل. ركز جدا في الموشن، ركز جدا في الكلام اللي هقوله، ركز في شكل التمرين وربنا يوفقك. يلا بينا. صباعك الوسطاني عشان تبقى نازل تحت 90 درجه، خلي دماغك او اورتك تحت البار، انزل اطلع بالبار، انزل 90 درجة، شوف كوعينك جنبك. دي عضلة اسمها بيكتوريال موسل أو عضلة البنش أو عضلة التشست، بتشغل البنش كله، بس احنا بنبتدي بنجزأ فيه. عندنا ثلاث عضلات مين فيه، عندنا الانكلاين أو هو العالي، عندنا الفلات اللي هو في النص، وعندنا الديكلاين اللي هو تحت. مش هقدر النهارده اكمل كله، او مش هقدر النهارده اتمرن التمرينه كلها، بس اوعدكم في المره الجايه اللي انا هعملها، عشان التمرينه النهارده بتاعت الناس المسافره او اللي ما عندهاش اجهزه كتيره وتقدر تلم التمرينه سريع، عشان يبقى شكله على البحر كويس وشكله ظريف والماسل بتاعته شكلها كويس جدا. ابتدي امسك الدمبل، اي حديد وزنه معقول اعمل بيه من 6 عدات ل 8 عدات لغايه 10، ما عنديش مشكله. فلات بنش، اقدر اعمل من كل حاجه 3 مجاميع اب تو 4 مجاميع، ما زودش في فصل الصيف زياده في التمرين، لا، كل ما قل ودل. مبقاش عندي نفس اللي انا اكل زي الشتاء، ما بقدرش ابذل افورتس كتيره زي الشتاء. دلوقتي هتنقل لهنا، وده الانكلاين او العضله اللي فوق، ممكن بار انكلاين وممكن دمبل. انا عندي البار بس سنه بيوجع لي كتفي، فانا بستغنى عن البار لسبيل ان انا ممكن اعمل 4 مجاميع او 5 مجاميع من الانكلاين وخمسة أو 4 تفاتيح عشان بعوض البار، عشان بيوجع لي كتفي سن صغير. أهم حاجة الأنجل يا جماعة، وأهم حاجة طريقة التمرين. الناس اللي بتعمل سبوت، الناس اللي بتساعد، تعرف هي بتساعد إزاي؟ بتساعد من الكوع أو بيساعد من الريست، مش بيساعد من حتة تانية. بيبقى واقف ورايا، لازم يراجع عليا المدرب بتاعي او اللي بيعمل لي سبوت، نفس امتى، اعمل ايه صح. سيفتي تريننج، سيفتي تريننج اهم من التدريب نفسه، الوقايه خير من العلاج. تفاتيح، انا خلصت. ارجو ان انتوا تقولوا شباب الجيماويه استفدتوا، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير. شكرا.